ومرحبا بكم مشاهدينا وهذه الحلقة من برنامج القانون أمان حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن فلسطين والقانون الدولي القانون الدولي يتحدث في فروعه المختلفة عن المساواة والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في تقرير المصير وحماية المدنيين واحترام سيادة الدول وإلى آخره من كل هذه المبادئ والأسس التي نحتاج إليها ولكن إذا نظرنا إلى واقعنا الفلسطيني فاننا نجد ان هذه المبادئ جميعها منتهكه ولا نحيا ايا منها بسبب الاحتلال وتواطؤ العالم معه فهل هذا القانون الدولي يتمتع بنصوصه ومبادئه فقط وماذا عن حال الشعوب التي تخضع للاحتلال والاضطهاد حول هذا الموضوع وقضايانا الفلسطينيه بالقانون الدولي يسرنا مشاهدينا ان نستضيف الاستاذ شعوان جبارين مدير عام مؤسسه الحق وايضا نائب رئيس الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان اهلا وسهلا فيك أهلا استاذ سهلا. شعوان وايضا يسرنا ان نستضيف الدكتور عمر عوض الله مدير اداره الامم المتحده بالخارجيه الفلسطينيه اهلا وسهلا فيك دكتور أهلا. عمر في البداية دكتور شعوان أستاذ شعوان لو تحدثنا عن مفهوم القانون الدولي بشكل عام. أولا القانون هو موجود من منذ الأزل هناك قوانين قواعد تنظم الحياة الحياة تحتاج إلى قواعد تنظمها علاقات الناس بين بعضها البعض حتى علاقات القبائل بين بعضها البعض ولكن عندما أصبحت الدول الحديثة وتشكيل الدولة الحديثة اصبح هناك لابد من قانون ينظم العلاقات ما بين هذه الدول وبالتالي اخذ مفهوم طابع اللي هي القانون الدولي وكثير من الناس يقولون ان القانون الدولي هو العلاقه ما بين الدول ولكن لاحقا تطور هذا الموضوع اصبح ليس يخص فقط هذه المؤسسه وهذه الصيغه وهي الدوله وانما اصبح يتحدث عن الانسان في هذه الدوله اصبح يتحدث عن العلاقات ما بين الشعوب اصبحت موضوع الشعب موضوع نعم. اساسي في هذه القضيه وبالتالي اصبح هناك فروع عديده وكثيره تنظم هذه العلاقات وتضمن حقوق ومر بفترات طويله ومعانيات طويله وباعتقادي المعاناه التي مرت بها البشريه في محطات عديده ومختلفه اثرت تاثير كبير الحرب العالميه الاولى كان لها اثر كبير والحرب العالميه الثانيه كان لها الاثر الاكبر في موضوع تطوير القانون الدولي بفروع جديدة ومختلفة منها علي سبيل المثال القانون الدولي لحقوق الإنسان ما سبق ذلك هو القانون الدولي للإنسان الذي كان ينظم علاقات الحرب، يعني بمعنى نعم. ثاني الحرب، سلوك المحاربين، الكيفية يعني نستطيع كنت... القول أن القول انه احتياجات البشر في نعم في او الحالة التي يعيشها العالم هي التي تفرض عليه الخروج بقوانين تنظم هذه العلاقات القلون... كان هناك تطوير لهذه القوانين ام بقيت كما هي؟ لا لا في تطوير دائم ومستمر ارتباطا بالحاجة وبالضرورة. الشيء الثاني هو ليس لل. يعني مكملات بهذا المفهوم آه هذه النصوص وهذه القواعد وليست عباره عن طرف مساله م. طرفيه هي مساله احتياج يجب ان تضمن حمايه الانسان كرامته تطوره وسائل تطوره آه آه علاقات الدول فيما بينها علاقات الشعوب، كل هذه المسائل يحفظ موضوع السلم، آه هذه امور تطورت كثيرا في السابق على سبيل المثال شن الحرب لم يكن عدوانا ولم يكن لا قانونيا وانما كان قانونيا فقط كل المطلوب من الملك من الامير من الرئيس من غير ذلك ان يعلن رسميا انه في حاله حرب آه هذا شرط يعني جزء من الشروط انك انت في حاله تعبئه وفي حاله حرب وتعتدي على اي دوله اخرى ومقبول تماما هذا الموضوع حتى جاء يعني آه ميثاق الامم المتحده بعد الحرب العالميه يعني آه قبل الحرب بعد الحرب العالميه الثانيه ليقول موضوع العدوان ليتحدث عن موضوع العدوان آه وبالتالي آه الامور هنا تطورت نعم. آه لا يمكن لدوله ان تجتاح دوله اخرى على سبيل المثال آه بلا سبب وتقول انني يعني في رحله بهذا المعنى زي ما كان الامير ولا كان الملك ولا كان السلطان ولا كان القائد يقول انا يعني ساذهب الى افريقيا بهذا المعنى لغانا ولغير ذلك ولا حد يتحدث معه باي شيء خلص يعني كانه حق طبيعي القوي ياكل الضعيف انت في حاله قوه يمكن كان تستملك بهذا المعنى يعني وأنت الدول غير سيطرت. هاي المفاهيم تماما غير تماماً الواقع تماما ميثاق الامم المتحده هو القانون الاساسي الان للدول وبالتالي علاقات الدول فيما بينها في هذا الاتجاه واضحة تماماً موضوع السيطرة بالقوة على أراضي الغير موضوع العدوان كل هذه الأمور الآن هذه أمور مش بس مرفوضة وهذه مجرمة وغير قانونية ومحظورة ويجب ألا تكون بظل السؤال طيب هل في الممارسة الفعلية العملية يعني هذا فعلا إحنا يطبق. بنشتغل في العالم يعني بيشتغل حسب هذه المبادئ وهذه القواعد ولا الحالة اليوم لما بتطلع على لوحة العالم بتشوف منتهكة من اي تو في كل جزئية من جزئياته هذه قضية ثانية يعني م. هذه تحتاج إلى نقاش إذن هذا دكتور عمر لمن هو ملزم القانون الدولي؟ في الواقع يعني عودة إلى بداية السؤال طبعا كما تفضل يعني الأستاذ شعوان طبعا بما انه هذه القانون الدولي ينظم العلاقه ما بين الدول و وهي مجموعه اجراءات كذلك يعني بين الدول ذات السياده اساسا يعني هذا القانون يجب ان يكون ملزم لجميع الدول الان كما تفضل انه ال ال روح هذا القانون جاء في ميثاق الامم المتحده <applause> الذي تحدث عن ان جميع الشعوب متساويه بالحقوق والواجبات وانطلاقا من ذلك فان القانون ملزم لجميع الدول الاعضاء في المجتمع الدولي بما فيها الأعضاء في الأمم المتحدة لذلك هو ملزم على جميع الدول في هذا الإطار كذلك نحن نتحدث عن تطور هذا هذا القانون الدولي وتطوره كان كثير مفيد لأنه بعض النواقص التي كانت في يعني بداية من تطور القانون الدولي الإنساني وصولا إلى القانون الدولي الجنائي مرورا بقانون الدولي لحقوق الإنسان كان كان هناك فوائد لهذا التطور بمعنى ما لم يذكر في القانون الدولي الانساني جاء القانون الدولي لحقوق الانسان ليطور هذا الشيء بنفس الوقت هو طور العلاقات ما بين الدول ولم تعد القضيه بين دوله ودوله فقط ولكن بدات تمس حياه الشعوب وحياه العامه <applause> من اجل ان تطور هذا هذه المجتمعات لتصل الى حاله فعلا من التاخي والانسانيه لتصل الى عالم خالي من الحروب امن و ويعني فيه حاله من السلام. نعم استاذ شعوان تحدثنا بشكل عام عن قانون الدول بين الدول، اين نحن كفلسطينيين من هذا القانون؟ شوفوا احنا كفلسطينيين اولا نحن شعب لنا حق تقرير المصير وهذا ينص عليه نعم. في اطار القانون نعم. الدولي حتى هو الماده الاولى يعني في العهدين الدوليين الخاصات بالحقوق المدنيه والسياسيه فحق تقرير المصير للشعوب حقها بسيطرتها على ثرواتها حقها بالنماء الطبيعي والتنميه هذه حقوق نص عليها بالقانون الدولي اين نحن منها نحن لا نمارس ايا منها بسبب وجود الاحتلال الاجنبي اللي فيه له طبيعة استعمارية رغم أن القانون الدولي لم يجرم الاحتلال كاحتلال بهذا المعنى ولكن على قاعدة أنه يمكن أن ينتج عن أي حرب أو أي نزاع أو أي صراع ما بين الدول حد يحتل جزء من أراضي حد يعني المعركة تؤدي إلى احتلال وجود إسرائيل على أرضنا بالمنظور الدولي بأي مفهوم اليوم في نظرة أوسع على كثير من الحقوقيين الدوليين الذي يقول هذا الاحتلال وبهذه الطبيعة هو ليس قانونيا وهو يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير كحق أساسي يعني أهم حق اللي هو بسموه حق ثابت في القانون الدولي في هذا المجال إنه إسرائيل باحتلالها تحول دون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عرف وحدد يعني بمعنى ثاني هناك ممكن تقولي في عديد من أشكال حق تقرير المصير حق تقرير المصير الثقافي حق تقرير المصير الاقتصادي حق تقرير المصير من الحكم الذاتي وشكله ولكن الشعب الفلسطيني يعرف حقه بتقرير المصير بإقامة دولته المستقلة واليوم إحنا لا نتمتع بهذا الموضوع بسبب الاحتلال السؤال ما هو دور وواجب المجتمع الدولي والقانون الدولي كيف ينظر ويفعل بهذا الموضوع القانون الدولي يقول حقنا نقرر مصيرنا لم نقرر مصيرنا بعد العقبه في ذلك الاحتلال اذا كان هناك عقبه تحول دون شعب في حقه في تقرير مصيره على الدول ان تتدخل لتمكين هذا الشعب من حقه في تقرير المصير عليها واجب يعني هي ليس لها حق فقط لا هي عليها واجب ان تقوم بذلك وعليها ان تساعد هذا الشعب عليها ان تساعد هذا الشعب بكل الامكانيات، وجاءت قرارات في اطار الجمعيه العامه للامم المتحده لتقول كيف المساعده، فحتى قالت عن المساعده بالسلاح وقالت عن المساعده باقتصاديه وحكت عن المساعده السياسيه وحكت عن المساعده بكل المجالات نعم. وكل الجوانب، ولكن للاسف الشديد لا يعمل بموجب لا هذه القرارات ولا هذه التوجهات ولا هذه المبادئ لسبب غياب الاراده السياسيه ولسبب المصالح انه يعني كمان في اطار القانون هناك مفاهيم عيل مختلفة في هناك جمل جميلة عديدة ولكن مصالح الدول العلاقات في إطار مصالحها سواء كانت الاقتصادية أو السياسية كثير من الأحيان إذا لم تكن في كل الأحيان هي العقبة الأساسية يعني الموضوع في إطار علاقات الدول ليس قائما على الجانب الأخلاقي الإنساني لا. كما نفهمه في إطار علاقاتنا وإنما يعني على, على علاقات قضية المصاري. القضية ليست يعني القضية في القانون أو المشكلة في القانون هي المشكلة في تطبيق القانون لا. هي شعارات رنانة وجميلة تطرب سامعها ولكن في تطبيق عند أرض الواقع تحتاج لمجهود معا. أنتم بوزارة الخارجية ماذا تبذلون بمجهود من أجل تطبيق هذه القوانين وترجمتها على أرض الواقع والاستفادة منها لنا كفلسطينيين أكيد لديكم استراتيجية بلا شك بلا شك يعني عودة إلى ما تفضل فيه الأستاذ شعوان يعني نحن طبعا في القانون الدولي خاصة يعني منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد تم اعتراف فيها في الأربعة 74 كممثل شرعي وفي ذاك كما تفضل الاستاذ شعوان تم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في العام 1974 هذا كان يعني يعني حاله وكان تاريخ يعني سيذكر التاريخ دائما في في خاصه في تاريخ القضيه الفلسطينيه بشان يعني الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ ذلك التاريخ ومنظمة الحي الفلسطينية تقوم يعني بالتوجه إلى الأمم المتحدة بوصفها المؤسسة الراعية للقانون الدولي يمكن الأجيال الجديدة يمكن ما عاصرت هاي الفترة لكن لكن بي لكن بأهمية هذا الإنجاز كون نحن نحن هي نحن, نحن على ثقة بأن العمل السياسي والدبلوماسي هو عمل تراكمي لذلك يعني ما زلنا نقول انه ما لا ترى اثره اليوم سترى اثره غدا. من اجل ذلك نحن راكمنا منذ ال 74 وصولا الى الاعتراف بفلسطين مم. كدوله مراقبه في الامم المتحده. مم. حقيقه نحن عملنا طوال هذه الفتره حتى عودتنا في ال 94 الى الى ارض الوطن، وبعد ذلك تشكيل وزاره الخارجيه، ونحن نعمل في اطار المنظمه وفي اطار الوزاره من اجل يعني تعريف الشعوب العالم بقضية فلسطين وتعزيز مجموعة من القضايا أهمها أن لفلسطين هناك 16 قرارا في الجمعية العامة المتحدة تتحدث عن سيادة دولة سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية، تتحدث عن حق تقرير المصير، عن الحالة ال ال الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان مم. في الأرض الفلسطينية المحتلة، حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مجموعة من القرارات التي تشكل الترسانة الحقيقية للقانون الفلسطيني من أجل الحصول إلى على الحقوق الفلسطينية عندما تتواءم الظروف لذلك. مم. طبعا وصولا الى الحقبه التي تحدثنا فيها مرحله بناء المؤسسات بناء مؤسسات الدوله الفلسطينيه وكان هناك برنامجا لدى وزاره الخارجيه هو كانت برنامج التحرك الدبلوماسي في اتجاه العالم كانت فيها مجموعه من الخطوات اهمها الحصول على الاعتراف الثنائي ما بين الدول، الثاني هو التحرك اتجاه منظمات الامم المتحده للحصول على العضويه. وحصلنا حقيقه في 2011 على عضويه دولة فلسطين في منظمة اليونسكو نعم. وشكل هذا علامة فارقة نعم. نعم. في داخل القانون الدولي بناء على ما يسمى بفيينا فورمولا التي تتحدث إلى أول ستيتس فورمولا بمعنى حقوق الدول في أن تكون جزء من المنظمات الدولية الخاصة في الأمم المتحدة نعم. بعد ذلك جاء عضوية دولة فلسطين في المراقبة في الأمم المتحدة في 2012 انذاك قامت وزاره الخارجيه بالتعاون مع بعثاتنا في نيويورك وجنيف ودائرة شؤون المفاوضات قمنا بإعداد استراتيجية للقيادة الفلسطينية للتوجه نحو مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقد شهدتم يعني جزء من نعم. هذه الاستراتيجية عندما قام السيد الرئيس بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاتفاقية بالتفصيل هذا جزء من الاستراتيجية الفلسطينية طبعا بلا نعم رح شك راح نحكي بلا مهمة كما قلنا استراتيجية كانت تتحدث من من شقين، شق الاعتراف الثنائي وهذا ما عملنا عليه وجدنا انه في مجموعه كبيره من الدول والان تعترف بفلسطين اكثر من 133 دوله نعم والشق الثاني كان هو الذهاب الى مؤسسات منظمات نعم. الامم المتحده والمجتمع الدولي هذه اللي هي لازم تاخذ منا حيز كبير من البرنامج. قبل ما ندخل تفاصيل اكثر استاذ شعوان، هل نستطيع القول ان معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي القادمه هي معركه قانونيه بامتياز، بمعنى الذهاب واللجوء ممكن حل قضيتنا من خلال اللجوء للمحافل الدوليه شوفي بـ بـ بالواقع آه الحالي شوفي آه ساحه وملعب القانون الدولي ساحه واسعه وكبيره آه هي لوحدها لا تستطيع ان تحقق كل شيء ولكنها ساحه من الساحات المهمه جدا نعم. يجب ان نجيد اللعب فيها جيدا. الشيء الثاني هناك العديد اذا لم يكن كل شيء الى حد ما لصالحنا على مستوى النصوص وعلى مستوى القواعد وعلى مستوى الحقوق كما ينص عليها نعم. القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات و وكل و هذه المسائل. ماذا نحتاج للاجاده؟ آه نحتاج للاجاده آه اكثر من مساله، نحتاج للاجاده اولا معرفتنا بهذه المسائل وهذه المنافذ وهذه الطرق وهذه القرارات نعم. وهذه الاليات آه نحتاج من جزء ثاني لاراده سياسيه. نحتاج لاراده سياسيه تقول انه هذه الساحه يجب ان نستكمل فيها كل شيء ممكن نستنفذ فيها كل شيء ممكن نعمل فيها بجد واجتهاد في كل هذه المسائل كي نحقق حقوق شعبنا بتقولي ول يعني ما كانش في السابق يعني الامور ماشيه بهذا الشكل بقول لك لا لا كان في ناس اولا بتجهل انه في قضايا وفي قرارات و ومنشدين للمساله يعني النضاليه بدرجة أساسية نعم. مسألة نضالية ومسألة مقاومة الاحتلال وعلى الأرض هي كمان ساحة مهمة جدا جدا نعم. لأنه مرات كثيرة ما يفعل هذه النصوص والقوانين هو ما يجري على الأرض توازنات قوى مصالح خسائر هذا النوع هو الذي نعم. يحرك مقاومة المحتل هو حق مشروع شوفي في ال... حتى في القانون الدولي شوفي دول بالسبعينات دول. لحد الثمانينات لحد الألفين الاحتلال الإسرائيلي كان بجنوب لبنان بجنوب لبنان وكان في قرار مجلس الامن 425 الذي ينص على انسحاب القوات الاسرائيليه من لبنان. نعم. اسرائيل تجاهلت هذا الامر بكل ولا كانه موجود. تعادتها. في اليوم اللي طلعوا فيه بشهر 5/2000 اخر دبابه طلعت من لبنان باراك وقف وقال نحن الان طبقنا قرار مجلس الامن 425، اول تصريح نطق فيه قال طبقنا قرار، يعني ما عرفش قرار مجلس الأمن إلا لما تحت ضربات الصواريخ طلع من لبنان هم. هذا منطق هذه هي العلاقة نحن شعب تحت الاحتلال معركتنا مش بس في الزاوية القانونية وكأنه بكره إذا رحنا يعني هون وقلنا هون وقلنا هون معناها تحقق كل شيء، لا. لا أنت بتحكي عن تداخل بكل المسائل، أولاً لك حق كشعب تحت الاحتلال أن تقاوم الاحتلال بكافة الأشكال، هذا حق مضمون ومنصوص عليه في قرارات الجمعية العامة وللشعب الفلسطيني تحديداً أجت نصوص مخصصة خذ ست عشرات القرارات بشأن هذا الموضوع بحقنا في النضال وحقنا بمقاومة المحتل وبالتالي هذا موضوع أساسي لأنه الاحتلال إذا لم يخسر الاحتلال سواء خسارة اقتصادية ولا خسارة بشرية ولا غيره وغيره بكل هذه المسائل لن, يجبر على لن, يعو لن يعيد النظر يعني شو جابره مين جابره نعم. يعيد النظر يعني نص موجود في الاتفاقية الفلانية والاتفاق الآن ما بهمل أنا هذه الاتفاقيات ولا هذه النصوص ولكن بقول هذه الاتفاقيات وهذه النصوص كمان هي مسألة مهمة مثلا على سبيل المثال قضيتنا إحنا ما بدأت لا بالسبعين ولا بالثمانين ولا بغيره إحنا قضيتنا بدأت ما قبل حتى الثمانية واربعين صحيح. وبالتالي فلسطين عندما نتحدث ما كان في شيء اسمه إسرائيل يعني كل الاتفاقيات كل الموث كل الوثائق الموجودة بالأمم المتحدة وما قبل الأمم المتحدة عصبة الأمم كانت فلسطين ولا زالت فلسطين فالموضوع مثلا في قرارات كثيره وفي اتفاقيات كثيره مهمه في ذلك الوقت، مثلا فلسطين لحد الان هي شان للامم المتحده، يعني هي موضوع ما بتقدرش الامم المتحده تقول لا ماليش علاقه فيه، الشيء الثاني حتى بمعايير القانون الدولي العام والثابت في القانون الدولي لا يحق للامم المتحده ان تقسم اقليم، الاقليم هو حق حق للشعب اللي عايش فيه واللي مقيم فيه. وهذا ما بحق لاي جهه كانت لا, لا تمتلك لا تمتلك اي جهه مهما كانت ما فيها لا. الامم المتحده حق تقسيم الاقليم، حتى قرار التقسيم في حين رفضوا عرضه لما بعض الدول اعترضت على الموضوع عرضه على المحكمه العدل الدوليه للنظر في هذا الامر. لا. رفضوا نهائيا، ليه؟ لانه بيعرفوا في شيء ثابت في هاي المساله، ولكن يا ستي تم اللي تم. فحتى القرار في قرار التقسيم هو بيحكي عن دوله الدولة العربية اللي هي فلسطين الدولة الفلسطينية في لا. هذا الشأن وبالتالي هذه قضية أنا برأيي يجب أن نعيد الآن لاعتبار لقرار واحد ثمانية واحد هذا لا يعني لا يعني نهائيا أنك تقول والله موضوع السبع وستين والآن سياسيا يا جماعة الخير لا 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 لحد الآن ما انتهاش موضوع مية واحد ثمانية واحد. حتى على طاولة الأمم المتحدة سنويا بعود التجديد في هذا الموضوع على مجموعة من القرارات فواحد ثمانية واحد أساس أنا برأيي شهادة الميلاد شهادة الميلاد موجودة هناك أوه. وبالتالي الآن واحدة من المساحات اللي ممكن اللعب فيها عندما نصيغ قرارات عندما نصيغ قرارات للجمعيه العامه او غير الجمعيه العامه من الجيد التذكير بذاك القرار الا نتجاهل نهائيا نعم. ونقول بس حدود الـ 67 لأن حدود الـ 67 هي حدود وقف اطلاق نار يعني شو المساله يعني حدود الـ 67 مين قال انه في هناك حدود يعني محدده نعم. في هذا الاتجاه لليوم على مستوى الثابت في القرارات واحد وعلى مستوى الثابت في القرارات القدس, الجميعًا. القدس بس جميعا القدس جميعا بس بعد وقعنا اتفاقيات دوليه بتقول بس سبعة وستين وقدس شرقيه يا استاذ يا شبال. ستي, يا هذا ستي. بي الا يصبح <applause> لاغي لما قبله؟ يا ستي الاتفاقيه اللي وقعناها شيء محزن حتى ما استشرناش قانونيين ولما استشرنا القانونيين واعطوا رايهم اهملنا الموضوع وهذه مذكرات ابو مازن يعني هو واحد من الاباء الروحيين لا هذا الاتفاقية اتفاقية هو نفسه بقول في مذكراته بقول ببساطة احنا ما اخذناش برأي القانونيين وكنا نحسب الامور واحد اثنين ثلاثة اربعة فاحنا ما كنا نشتغل في الجانب القانوني نهائيا ما كنا نحرص ما كنا نحرص ما كنا نحرص على موضوع الصياغة القانونية والتدقيق القانوني الاسرائيلي كان بروح المفاوض السياسي وعلى جنبه خمس لا. ست عشر مستشارين, قانونيين, صحيح. اللي بدققوا في حرف الجر مش بس بدققوا في الجمله وفي الكلمه وفي هذا موضوع باعتقادي اليوم الى حد ما في هناك بديش اقول بالكامل اخذنا درس ولكن بقول في هناك قطع شوط مش بطال مهم اليوم صار الجميع يلتفت لاهميه الاستشاره القانونيه لاهميه الصياغه القانونيه لاهميه الانتباه لهذه القضيه ما بضعف معلوماتنا او قله درايتنا ديرا بالقانون الدولي ما في مجال للتصحيح خلينا لا لا ضلنا ندفع الثمن لبقيه العمر واجيال لا لا, لا ولادنا اولادنا اولاد شوفي, شوفي اي شيء بخالف قواعد قانونيه في القانون الدولي هو يعتبر كمان لاغي وانا بقدر اليوم اطعن في اوسلو اطعن في اوسلو بمليون نقطه ونقطه قانونيه وهون اهميه امتلاك القانون والسلاح آه. القانوني يعني نعم. اليوم انا انضميت لعديد من المواثيق الدوليه المختلفه مواثيق حقوق الانسان الدولي الانساني وغيره والدبلوماسي هذه مسائل مهمه جدا انا بقدر ابحث فيها وابحث فيها واشوف وين يتعارض معها حتى بموضوع اتفاقيه اوسلو وأقول هنا يتعارض مع مبادئ هناك وبالتالي بحرج الدول جميعا انا مش ملزم بكل هاي الامور وبقدر اناقش هون قانونيا أو اخذ قانونيا وما حد بقول لي لا انت قاعد يعني بتغامر بهذا المعنى سياسيا او انت متطرف او او, أو كل هاي المسائل هذا انا بقول الدراسه المتانيه الدقيقه لهذا الموضوع مثلا على سبيل المثال موضوع ابقاء المستوطنات والحديث عن المستوطنات وانه يعني تبادل اراضي وغيره وغيراته ونعم. طيب هذا بتعارض بتعارض مع مبادئ موجوده ومع قواعد قواعد موجوده الشرق. بالقانون الدولي الانساني نعم. تحديدا اتفاقيه جنيف الرابعه والتعارض هذا لما صاغوه الاوروبيين احنا ما صغنا هذا القانون الدولي الانساني صغوا الأوروبيين بما ينطبق محالتهم وحاجتهم في حين وتجربتهم بالحرب العالمية الثانية نعم. وبالتالي لو كانوا بيعرفوا أن الفلسطينيين بدهم يستخدموا شيء مقابل في مواجهة إسرائيل والله ما صغوا والله لا صغوا بطريقة ثانية بما يخدم إسرائيل نعم. نعم. مصلحة إسرائيل فهم أكيد. صغوا بما يتناسب مو. معهم يتناسب معهم هل الدراية, <applause> الدراية والمعرفة بالقانون الدولي والوعي بالخارجيه الفلسطينيه هل لديكم من الخبراء او المستشارين يمتلكون هذه الدرايه والمعرفه يعني عوده على على الاستعراض التاريخي الذي من الهام على اي دبلوماسي كان في الخارجيه الفلسطينيه او اي قانوني فلسطيني ان يعني يعرفه يعني للاستفاده اذا كان هناك اي خطا او أخطاء وردت اثناء هذه المسيره لتصحيحها ولكن حقيقه انه لم نسقط في اي يوم من الايام قرارات الامم المتحده وقرارات الشرعيه الدوليه حتى في اي اتفاقات حصلت بعد ذلك ونحن اليوم ندافع عن قرارات الامم المتحده وهو هو ما نريده ونتحدث عنه عن عن دوله فلسطينيه وحق العوده للاجئين الفلسطينيين وهذا ثابت في الخطاب الفلسطيني وفي الفعل الفلسطيني لذلك الحديث عن عن قضيه العمل القانوني في في وزاره الخارجيه وفي هناك يعني تجارب ناجحة حصلت لفلسطين واسست للمعركة القانونية اللي احنا عم بنروح عليها هون بما فيها معركة محكمة العدل الدولية عندما اخذنا الفتوى نعم. الخاصة بالرأي الاستشاري لقضية الجدار الجدار نعم. هذا جهد جهد فلسطيني خالص شاركت فيه كوادر وزارة الخارجية وبعثتنا في نيويورك ومجموعة من القانونيين وهناك عمل يعني ما لا تكتفي أن أن يكون هناك قانونيين في الخارجيه بالعكس نحن نعمل مع قانونيين اخرين دوليين واصدقاء ومن منظمات المجتمع المدني من اجل ان نضع صوره متكامله. المكان الذي نحن فيه الان اليوم هو متقدم جدا في العلاقه ما بين الشعب والمجتمع المدني والمؤسسات الحكوميه خاصه على مستوى وزاره الخارجيه. نحن نعمل مع الثلاث اطراف بشكل دائم من اجل الوصول الى رؤيه صحيحه سليمه لما نريد ما بعد ذلك في قضيه القانون الدولي وماذا نريد حقيقه من هذه الترسانه من القرارات والمؤسسات والقوانين التي ستساعد فلسطين بلا شك وستساعد القياده السياسيه بلا شك ان الرؤيه السياسيه هي يعني صاحبه القرار في الاخر تاخذ القرار باطار الى اين نذهب وكيف نذهب وهو ما كان في رؤيتنا في الاستراتيجيه الفلسطينيه للتوجه لمنظمات الامم المتحده ان الرؤيه ونحن جميعا ننظر الى الامام، ننظر الى انهاء الاحتلال. طبعا القياده السياسيه ترى بادواتها ما هو السبل الامثل للوصول الى الى هذا الهدف، ما هي اسهل وافضل وأقوى السبل للوصول قد م. تكون استخدام مدفعية القانون الدولي سنستخدمها هل المفاوضات والحوار أه سيساهم في الوصول إلى إنهاء الاحتلال سنستخدمها إذا هي تحدد نعم ولكن الهدف مت... واحد طبعا زي ما ذكر في بدايه حديث الاستاذ شعبان انه بالنهايه هي بحاجه لقرار سياسي اما قانون الدولي واي اذرع تانية من اجل انهاء الاحتلال هي بالنهايه تحتاج القرار السياسي يعني صاحب القرار بالنهايه اللي هو على هرم القرار السياسي احنا خلينا نشوف يعني هذا جزء من حلقتنا اللي هو الهدف التثقيفي حول القانون الدولي الشارع الفلسطيني متى فهموا القانون الدولي مدى فهموا لخدمه قضايانا الفلسطينيه زميلتنا لانا عرار نزلت للشارع وسالت الناس قديش ممكن ان احنا نستفيد من المواثيق والمعاهدات الدوليه من اجل خدمه قضيتنا خلينا نتابع ما مدى نجاعه الذهاب للمحاكم الدوليه في القانون الدولي لحل مشاكلنا هاي اللي من ضمنها قضيه الاسره والجرائم طبعا عندما تكون في هناك جرائم دوليه ترتكب من اي دوله ونحن في فلسطين تعتبر دوله غير عضو في الامم المتحده فان الحق ان نتوجه الى المحاكم الدوليه محكمه الجنايات الدوليه لمحاكمه اسرائيل على الافعال التي تقوم بها مع انه الامال لم تكون قويه لانه هي دول كبرى تغطي على جرائم اسرائيل وتمحي هذا العدوان تقوم به، لكن اقل ما نعمل يجب عمله هو ان نذهب الى المحاكم الدوليه ومحكمه الجنايات، انه هذه طريقه قانونيه ولا يجب يجب اتباعها. بجوز الاجراءات الدوليه هي انجع وسيله للتعامل مع القضايا الاسرائيليه لانه اسرائيل برضه بترعبها اللجوء للمحكمه الجنايات الدوليه ومحكمه لاهاي والمعاهدات الدوليه وبتوقع انه القياده لازم تخطو هذا الخطوه بشكل سريع جدا وما تاخر لانه احنا كل ما تاخرنا راح نخسر بزياده فيعني النداء للقياده ورجاء للقياده انه تتوجه لهذه المنظمات كون القياده الفلسطينية متبنية النهج السياسي والنهج الدبلوماسي لحل القضية الفلسطينية أنا يعني بتصور أنه في المرحلة الراهنة المفروض على الرئاسة الفلسطيني الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن تأخذ يعني موقفا جادا فيما يختص بالتوجه للهيئات الأمم المتحدة ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية لكي يتم وضع حد لكل الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية رأيك أن المحاكم الدولية هي الطريق الصح لحل هذه المشاكل من ضمنها جرائم المحتل؟ لا طبعا على اعتبار أن الأمم المتحدة ومختلف القرارات الدولية أشارت بأن من حق المح... الشعوب المحتلة أن تناضل وأن تقاوم المحتلين بأي أسلوب وأي شكل من الأشكال التي تراها مناسبة، ومن ضمنها الأمور السياسية والدبلوماسية وغير ذلك الأمور العسكرية والكتالية والنضالية المختلفة بكافة السبل والوسائل. نحن يعني الفترة هاي بحاجة للمحاكم الدولية عشان تنصف الشعب الفلسطيني في ظل يعني تهميش الشعب الفلسطيني مضطرين نلجأ لهذه الأمور، لأنه اللي شايفينه اليوم أنه في موازين القوى مش مش لصالحنا ماشي في الفتره الحاليه هاي اهم بس المحاكم الدوليه احنا جربناها اكثر من مره كشعب فلسطيني ما شفنا نتيجه اللي مرضي يعني لنا كشعب فلسطيني احنا احنا الحل عندنا انه, انه ندعم المقاومه الموجوده حاليا انا مانيش حماس ولا انا متدين بس الحل انه ندعم المقاومه الموجوده حاليا حتى ولو بكلمه كل واحد منا دعم. بلاش نلجا للمحكمه الدوليه والقانون الدولي ما هي جربناها اكثر من مره يعني احنا لجانا عده مرات للمحكمه شايف الحل الحل انه مش مش المحكمه الدوليه ما طلع في قرارات لمجلس الامن اخيرا طلعت يعني شو ما شفنا نتيجه منها على يعني. الفاضي يعني كله فبتضيع وقت على الفاضي وجهات نظر متباينة للشارع الفلسطيني منها مع من ضد لفت نظري وجهتين نظر وجهت كانوا وربات انه الشخص قال انه موازين القوى مش لصالحنا في الشارع يعني بمعنى انه القوة العسكريه يمكن هيك كان يقصد بالتالي الذهاب للمحافل الدوليه هو الانسب والانجع ولكن احد الاخوه قال انه على الفاضي باختصار انه مش راح نحصل على شيء هذا السؤال بتوجه لحضراتكم الاثنين نبدا معك استاذ شعوان شو رايك شوفي احنا شارعنا شارع واعي اظني اكثر شعب في العالم بيحكي عن حقوق الانسان والقانون الدولي هو الشعب الفلسطيني اذا بتنزلي للشارع للحجة ولا وللطالب ولا وللصبية ولا بتحدثوا عن هذا الموضوع لانه صار المزبوط جزء من ثقافة وحديث نعم. كثير الاعلام عنه نعم. الناس اذا احبطت ولا تؤمن بالقانون الدولي وحقوق الانسان هي محقه في هذا الجانب لأن ببساطة هي ما بتشوفش تطبيق، وهي مش يعني اذا احبطت كان هي بتحتج على القانون الدولي، هي بتحتج بقول انا بدي اياه اتمتع فيه، هذا الاشي اللي بتحكوا عنه اشي جميل وقيم جميلة ومنظومة جميلة انا بدي اعيشها، انا مش عايشها. وين انتم مشان نعيش هذه المسائل؟ هو احتجاج بهذا الاتجاه اكثر منه عدم ايمان بالقانون الدولي. لا. ولكن باعتقادي هذه هي الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها للجميع بما فيها الدبلوماسيين وبالامس كان في عندنا اجتماع مع الدبلوماسيين. قلنا لهم انتم قاعدين بتوصلوا رساله عندما تتجاهلوا قيم القانون الدولي وغيره بتقولوا للشعب الفلسطيني يا شعب فلسطيني امامكم طريق واحده لانه اسرائيل بتفهم لغه واحده هي لغه القوه بس خذوا هذا الخط طبعًا. انا بحكي عن الدبلوماسيين الاوروبيين بالامس بما فيها كانت بعثه الاتحاد الاوروبي في فلسطين وكانوا موجودين عندنا باجتماع مع مجلس منظمات حقوق الانسان هذا الحديث دائما بنكرر لهم اياه بنقول لهم ما زال فيش قانون بده يسود معناها في شريعة غاب بدها تسود لان ببساطه اذا الدوله لا توفر للانسان الحمايه انت كمواطنه كانسان لا. بعيش في دوله موضوع الحماية مسألة مهمة جدا، أبسط الدولة فلسفتها فلسفتها ابسط خلصفتها نعم. شيء توفر حماية للإنسان تنظم العلاقات ما بين الناس في داخل المجتمع وتأمن لهم يعني حقوقهم وحرياتهم وحمايتهم، إذا لا توفر الدولة حماية سيلجأ الإنسان مضطرا وبالتأكيد وبشكل طبيعي للبحث عن وسائل حمايته لنفسه، م. هذا بشيء طبيعي، الآن مجتمع بكامله لا يوجد له حمايه ولا يتوفر له حمايه ولا يتوفر له امل للمستقبل سيبحث عن وسائل حمايته بنفسه نعم. وبالتالي احيانا قد يلجا قد يخطئ وقد يصيب قد يفجر قد يعمل قد 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 هذا بسبب غياب هذا الموضوع وبالتالي هذا خطاب لازم احنا ناكد عليه في هذا في هذه المساله انه القانون الدولي اذا بدك انت ببساطه ما يكونش في هناك اخطاء وما يكونش في هناك تفجيرات وما يكونش في غيره اقل ما يمكن تفضل اشتغل بموجب القانون الدولي مشان تامن حمايه للناس هذه مساحه انا برايي هي مهمه نعم. في كل الاحوال وفي كل الظروف يجب ان نبقى نعمل في اطار <applause> مساحه القانون الدولي دون دون ان يعني ذلك انه نعم. بديل لاي اشكال اخرى نعم. ولكن أنا باعتقادي عندما نتحدث بالقانون الدولي نتحدث بقوة بالغة جدا 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 وفيها ثمن عشان هيك أنا قلت الإرادة السياسية لما بقول قانون دولي في إرادة سياسية لأنه في كثير من الدول ستضغط علي بألا أستخدم هذه الوسيلة خوفا من إحراجها لأنهم لا يستطيعوا مواجهتها من الناحية الواقعية في الفعل ولا يستطيعوا أن يقولوا أمام العالم جميعا لا ما تروح لهيك فبيحاولوا يلجأوا لضغوط دبلوماسية سرية داخلية خاصة لا. بهذا المعنى زي ما حصل مثلا في موضوع المحكمة الجنائية الدولية في موضوع التوجه للأمم المتحدة لا. أمريكا كانت تضغط بكل ثقل بهذا الموضوع أنه ما تروحوا ليش لأنه ما بدهم إيانا نستخدم هذه الآليات ما بدهم إيانا نحرج